فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم يرى أن الفقير والمسكين الذين تجب لهم الزكاة هم الذين لا يملكون نصابا، ويقسم الناس إلى قسمين. من الفقير أو المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، هو ملك نصاب، اللي ما يجد كفايته من النفقة هذا فقير، إن كان يجد النصف أكثر هذا مسكين، إذا كان ما يجد شيء أو يجد أقل من النصف هذا فقير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، العبرة بالكفاية ما هي العبرة بغير ذلك. نعم.